هسكن ازاي وهشتغل ازاي وهعيش فيها ازاي يا مصريكاني؟ ويتصلوا يجيبوا بنات. وكان في جرايد هنا بتتباع او مش بتتباع، انا اسف، بتتوزع كده قدام البيوت مجانيه. الجرايد دي كلها صور بنات عاهرات، بحط لك رقم تليفونها وعنوان، انت تتصل بيها، هي ممكن تيجي لك او انت تروح لها. الله يخليكم، لان الدوله هنا بتشجعهم. اشتم بابا واضرب ماما، لو كلموك كلمنا، احنا هنيجي نقف جنبك. حاجه مهمه كمان، اوعى يشغل بالك موضوع اللغه، ان انا ما بتكلمش انجليش وان انا مش عارف ايه لا لا لا. بص معايا الفيديو ده انا صورته وانا عامله شورت، وشوف هنا الراجل الطيب ده بيقول ايه. يا مساء الناس ويا مساء الناس على احلى ناس. الفيديو النهارده بتاعنا قبل ما ابدا فيه بتمشى برضو معاكم، بحب اتمشى شويه معاكم. بشكر جدا جدا المتابعين الجداد اللي انضموا معانا للقناه، وبشكركم جدا على التعليقات الطيبه الكتير قوي على الفيديو اللي قدمت لكم فيه نصايح لو عايز تنجح او ازاي تنجح في امريكا او ازاي تفشل. بشكركم جدا على التعليقات كلها الطيبه، خصوصا اللي دعانا من مكه، بشكرك جدا جدا على كلامك الطيب، وصلني كله ربنا يخليك، وكل تعليقاتكم هيتجاوب عليها من خلال فيديوهاتنا. ما تقلقوش، كل حاجه متشافه وكل حاجة متراجعة ان شاء الله. اشكركم جدا على شحنة وطاقة الحب اللي انتوا بتقدموها ليا في القناة، واللي بيتفرج لاول مرة يتفضل يعمل سبسكرايب، ممكن تدخل على صفحتي في الفيسبوك. احنا وصلنا دلوقتي، بشكر كل المتابعين هناك، وصلنا ل 170 الف متابع، فممكن تنضم لصفحتنا على الفيسبوك في حاجات كمان جميلة قوي عن الحياة في امريكا. نخش بقى في موضوع حلقتنا النهاردة. الحلقة النهاردة بتاعتنا بتتكلم لو جيت امريكا هسكن ازاي وهشتغل ازاي وهعيش فيها ازاي يا مصريكاني، تقدر تفيدني بايه؟ اول حاجه اقدر افيدك فيها زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، اللي ما اتفرجش عليه يخش يتفرج عشان يبقى فاهم ومتابع. الفيديو اللي فات قلت لك لازم تبقى جاي عارف انت رايح فين وجاي منين. اوعى تيجي زي مثلا اللي بيبعت لي انا جاي بكره نيويورك يا مصريكاني، لو انت موجود ممكن تستقبلني، او طب اساله انت تعرف حد، طب محضر مكان، لا انا جاي ونازل. فلازم تبقى مستعد، لازم تبقى مكلم حد الولايه اللي تحب تنزل فيها، لازم الولايه اللي تعرف على الاقل اي حد فيها، لازم تكون عارف حد. ما تجيش كده راكب الطياره ونازل واقف في الارض، انا بعلمك اخطائي. انا عملت كده، انا جيت ونزلت ووقفت ودحرت، وما كانش في وسائل التكنولوجي بتاع دلوقتي وان انا اكلم حد وابعت له واقول له حاجه ويبعت لي اللوكيشن، ما كانش في الكلام ده خالص اصلا، وما كانش معايا تليفون كمان. فعشان كده بقول لك تجاربي، انا من قلبي بحبك، عايزك تنجح، فاي حد تعرفه لازم تكون على تواصل معاه. وهسيب لك في الرابط هنا في صندوق الوصف، هسيب لك في موقع اب انت ممكن تحجز اوضه فيه لو انت ما تعرفش حد. المهم يا ابني لازم تيجي على مكان تنام فيه، ما تجيش كده. الحاجه الثانيه، لو مش هتعرف تخش على الرابط او مش ما فيش حاجه قدامك، انا قلت ممكن اقل حاجه واضعف الايمان يعني ان انت تيجي تنزل على المساجد اللي موجوده في المناطق العربيه. تنزل على مكان في منطقه عربيه هتلاقي فيه مساجد، سواء لو جيت نيويورك اي ولايه دور المساجد هتبقى فين، وانزل الحي ده. المساجد بتساعد، ويبقوا طالبين ناس للسكن، حاجات زي كده بتساعد. لو انت ما فيش حاجه خالص، ما فيش حد تعرفه خالص، انا بقول لك لو ما فيش حد اضعف الايمان، شوف الحي العربي وكده. لكن لو في حد تعرفه هيبقى افضل بكتير، يساعدك ويوقفك على الاقل في اول الطريق. بلاش غلطاتي انا، لاني كنت بجازف، وكانت الحياة كمان هنا مختلفة غير دلوقتي، بقت فيها قلق وفيها صعوبات وفيها. الشغل بقى هعمل ايه؟ بالنسبة للشغل، الشغل لو انت مفيش حد مربط لك ومجهز لك شغل، الموضوع في البداية سهل. هتعمل ايه؟ ببساطة، معلش انا اسف يعني، لازم تكون جريء شوية. انت جاي مش تهزر بقى، مش جاي مكسوف بقى من حد او محرج، لا هتخبط محل، باب باب، ما تتكسفش، هم عايزين، هم طالبين، فبلاش تتكسف، تخش عادي وتخبط. خصوصا تبدأ بالحي العربي، هتلاقي من دولتك، من المغرب، من اليمن، من الجزائر، من تونس، من مصر، من لبنان، هتلاقي الجالية العربية ما شاء الله كبيرة. خبط محل، سلام عليكم، أنا فلان الفلاني، جاي هجرة، جاي سياحة، وأدور بس على لقمة عيش، لو فيه ليا مكان عندكم الله يخليك، معلش ظروفي لسه صعبة، وأي حاجة أنا قابلها مفيش أي مشكلة. ابدأ، اوعى تقول له هخش هتديني كام، انا سامع ان الساعه هنا في، ابدا بس الاول، حط رجلك يا حبيبي، اشتري مني، بلاش تاخدك العنطزه وانت جاي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، خصوصا لو كنت جاي سياحه ومعكش ورق وجاي تعمل قرشين وتحسن وضعك واحده واحده. فنخبط وابدا، المهم تاخد دولار، ما تطلعش من جيبك دولار، لان الدولار اللي انت جاي بيه من بلدك انت دافع ثمنه كتير. لكن لما تاخد دولار من هنا يبقى انت دخلت دولار جيبك، احسن ما تصرف دولار عشان تاكل. فليه بنصحك بكده؟ اقبل اي حاجه في البدايه. قال لك تشتغل في الغسيل الاطباق والحاجات دي، تعالى خش اكنس، ماشي ماشي عشان تعرف،
بس مش عايزك تطول في المجال ده، مش عايزك بقى تحط رجلك. الكلام ده بقى ايه بيحصل مع الناس اللي جايه كبيره في السن، لان ما حدش هياخده بتاع، ماشي مش مشكله، وبيحاول يشتغل كام شهر وينزل لاسرته وحاجات زي كده. اما انت شاب، انا قلت لك لازم نبقى طموحين، لازم ندرس ونذاكر ونعلى. كان في واحد سالنا سؤال، هتلاقي السؤال ظهر لنا دلوقتي، بيقول لي ايه، هو انت قعدت تقول طموحين ولازم نشتغل وندرس ومش عارف ايه، هو لازم نشتغل دكاتره ومهندسين؟ لا يا فندم، العقد بتاع الدكتور ومهندس بتاعت مصر دي والدول العربيه، لا انا خريج هندسه، لا انا خريج طب، لا الكلام ده مش موجود في امريكا، ما عندهمش الكلاكيع بتاع الدكتور ومهندس دي. ومش عايزك تيجي تشتغل دكتور ومهندس، انا ما قلتش، انت بس ما سمعتش الفيديو كويس. انا قلت لك اشتغل اي حاجه، ادرس صنعه، ادرس حرفه، ادرس اللي انت هتشتغل بيه. ما قلتلكش ادرس هندسه وادرس طب، لان دي من الطب هنا من المستحيلات، حاجه كده من الاحلام. 11 سنه دراسه، والسنه بتخش لها في 80,000 دولار لان تدفع ثمنها من جيبك. انا ما قلتلكش تعالى بقى دكتور وتعالى بقى مهندس، قلتلك ادرس اي حاجه انت بتحبها علشان تشتغل فيها. بلاش الـ 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 الردود اللي هي العنفوانيه، الناس اللي هي ما خرجتش بره مصر او بره بلدها وبس بيتكلم وعايز بس يتخانق او مش فاهم انا بقول ايه. المهم نرجع تاني لموضوعنا يا احلى ناس، ونقول هنشتغل في اي مكان، هنبدا في اي محل، وواحده واحده واحنا في المكان ده بنعمل فلوس، على الاقل بندفع الايجار بتاعنا، محدش كاسر عنا في شيء. لو في مجموعه ساكنه هتسكن معاها، المسجد ممكن يحطك في 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 سكن مع حد، تسكن مع مجموعه 4-5 افراد كبدايه، لازم تقف على رجلك وتحوش حاجه زي ما قلت لك عشان بعد كده تاخد ان شاء الله اوضه، بس الاول تحط رجلك. بالنسبه للولايه يا مصركاني، ترشح لنا ولايه ايه؟ ولايات كتير قوي، دول 54 ولايه يا عم المصركاني، تنصحنا بايه بخبرتك؟ هقول لك انا، الولايات هنا زي ما قلت لك وانت عازب، الولايات الكبيره ما عنديش مشكله انك تيجي فيها، هي غاليه اه بس انت عازب انا ما عنديش مشكله، واحبذها لك لان القبض فيها عالي والدخل فيها كويس وعدد ساعات الشغل براحتك زي ما انت عايز. اه السكن غالي، لكن انتوا بتشير مع بعض كذا واحد فبتدفعوا فبتريحك، فبرشحها زي ما قلت للعازب. نيويورك جميله جدا، فلوسها حلوه جدا، الشغل موجود جدا في البدايه في اي مجال، سواء في اي حاجه موجود، المحلات عايزه ناس، ممكن تعمل في زي ما قلت لك في بتوع الاكل الفود فندر، تقدر تشتغل في الاوبر ايتس اللي هم بيوصلوا طلبات، حاجات كتير قوي اللي هي الشغلانات البدائيه اللي انا بسميها بدائيه، اللي مش هنستمر فيها، اللي احنا واخدينها سلمه علشان نكبر ونعلى. فانصحك انك تيجي الولايات دي. اوهايو ولايه جميله جدا وولايه هاديه جدا، لو انت بتفكر للاستقرار والعيشه والراحه النفسيه، اوهايو ولايه جميله جدا. بنسلفانيا ولايه جميله جدا. تكساس ولايه عظيمه جدا وارشحها للاسره اللي جاي ومعاه اسرته، تكساس جميله جدا ليك انت واسرتك، فيها فرص جميله قوي قوي قوي، وولايه امان وهاديه. ارشح كمان كاليفورنيا للعازب، للمتزوجين طبعا هتبقى غاليه شويه لانها مكلفه شويه. ففي كمان فيرجينيا، نورث كارولينا، الولايات دي كلها حلوه جدا للاسر، ولقينا ولايات هاديه، الايجار فيها بسيط هادي، في شغل، يعني تقدر تخطي خطواتك مع الاسره بشكل راكز وعاقل، وتقدر تعمل فلوس واحده واحده. طيب الحاجه الاهم بقى ان انا عايز اقولها لك، وانك تستفاد بيها وما تعملش غلطتي، اول ما تسكن مع حد وتحس ان انت مش متاقلم معاهم، ام ان هم في حته وانت في حته، ما تطولش بسرعه، تكون بتدور على مكان تاني. انت بدات بقى تبقى عندك خبره وانت شغال في اي محل، في المسجد وانت داخل بتصلي هتلاقي يفط متعلقه، فلان بيدور على حد يشاركه في اوضه. فلو لقيت نفسك مش مرتاح ما تطولش، علشان ممكن تتسرق، ممكن تتخانق، ممكن يكرهوك، ممكن انت ما تعلمش. كمان ما تنساش ان الثلاجه ودي من الحاجات اللي هتضحكك قوي، الثلاجه في السكن الجروبي مع المجاميع، الثلاجه دي فيها شلفات، فكل شلف باسم واحد، وليكن المصريكاني واخد الشلف الاول، وليكن باسم واخد الشلف الثاني. فطبعا هتلاقي مثلا المصريكاني عنده ذوق وعنده اخلاق، لو شافك شربت حاجه من الحاجات بتاعته او اكلت حاجه من تفاحه يعني، ممكن ما يكلمكش، عنده ذوق. ممكن تلاقي مثلا انت شربت من اللبن بتاعي، انت اخدت كوبايه من العصير بتاعتي. والله العظيم انا بقول لكم بامانه الكلام ده بيحصل وهتشوفه. سيبك بقى من الجيش اللي انت دخلته ده، جيش تاني، ده جيش تاني هتتعلم فيه الادب، وهتتعلم فيه قله الادب وكل حاجه في حياتك. فهيقول لك انت شربت تاني مره، ما تمدش ايدك على العصير بتاعك. والله العظيم هتلاقي كده، انت هتندهش، انت لا. فحاول تاثر وتبقى ملتزم. انا عارف انك جاي عندك العشم وعادتنا الحلوه والجدعنه لا 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 لا،
ارمي ورا ظهرك مفيش الكلام ده هنا. ولو اتحملوك في ايجار شهر عشان لسه جاي جديد، الشهر الجاي هيقول لك ادفع يا اما شنطتك بره. حصلت مع العبد لله، بس انا جيت دفعت في الاول، الشهر اللي بعده اشتغلت شويه وقعدت شويه، فقال لك قلت لهم طب استنوا على الشهر، والله العظيم روحت لقيت الشنطه على الباب. قالوا لي الشنطه ايه؟ شنطتك على الباب، معلش في واحد جاهز هيدفع. واخدت بعض وتوكلت على الله. المهم بس ما توكلش على الله في الشتاء، احنا دلوقتي داخلين على الشتاء هيربوك في الثلج زي ما رموني يعني، فخلي بالك. يعني الشغل متوفر مصر يعني، ايوه متوفر، واي حد هيقول لك غير كده كذاب، واي حد هيقول لك الاقتصاد والحياه وانا عارف ان هي نازله، بس موجود، بس موجود في شغل، مازال موجود في شغل. معلش انا اسف يعني في اللي انا هقوله، انت مش جاي تصور فيلم ولا انت جاي تبقى نجم سينمائي، انت جاي على باب الله وعايز تشتغل وعايز تنجح في اي حاجه. قلنا هنقول اه، مش هنقول لا في اي حاجه. وسرك لو انت ما احتفظتش بيه جواك لنفسك، تعتقد ان الناس هتحتفظ لك بيه؟ سرك جواك. هيسالوك قبضك كام؟ قبضت كام؟ صاحب الشغل عطالك كام؟ والله لسه ما قاليش، هو ما عطانيش. وانت قابض ما تقولش ما عطانيش لسه، مش عارف، هو قال لي يمكن اشوف النظام، يمكن اشوفك بتشتغل كويس، ما تقولش. منهم اللي لو هيعرف زي فيلم همام، والله ممكن يروح لصاحب الشغل ويقول له انا لو بتشغله مثلا ب $10 مثلا، انا هجي لك ب9. ما تقولش، ما تتكلمش. جعان كلت ما كلتش ما تقولش الحمد لله. الحمد لله، كلمة الحمد لله في بقك على طول في أي حاجة، لدرجة ممكن يسموك أنت إيه؟ الحمد لله؟ أه الحمد لله كويسين. أه هتخلق أعداء، هيتخلق لا، لأنه مش عارفين حاجة عنك، وده اللي بيتعبهم هنا جدا جدا. فخلي بالك سرك كمان في بير لسانك حصانك، دايما تبقى الناس مش عارفة عنك حاجة، مش وصل لك لحاجة، لا عنوان ولا شغلانه ولا بتعمل مع نفسك، وربك هو اللي عالم بحالك، هو اللي بيدبر لك امرك. خلي بالك، سالتني احد الاخوات هنا في القناه، فقالت لي طب والشغل بالنسبه للبنات؟ الشغل للبنات ما اقولكيش اكتر من الشباب. يعني الواحد تمنى لو كان مثلا جاب بنت ولا حاجه زمان، كان يعني ده ابسط حاجه مثلا زي ما قلت لك، اللي هو رعايه الاطفال هنا، البيبي سيتر هنا ما شاء الله متوفر جدا، والكاشيرات والمطاعم كتير. اختي العزيزه اللي سالت ما تقلقيش وما تخافيش ان الجايه لوحدك، امريكا مختلفه تماما، بلد استقلاليه، والست هنا ليها حقوق وليها، ما حدش يقدر يتعرض لك هنا ولا حد يقدر يكلمك، وتقدري تبداي الحياه بعزيمه وباراده لوحدك من غير ما تعتمدي على راجل خالص. فاطمني من الموضوع ده، ما تقلقيش ان شاء الله خير باذن الله. بالنسبه للبنات طبعا في الكوافيرت، ممكن تاخدي لك كورس، ممكن تاخدي لك دراسه هنا تدرسي ازاي تبقي كوافير، يعني الهير دريسر يعني، وتدرسي، وشغلتها هنا شغاله ليل ونهار طبعا. ما اقولكيش طبعا هم اكتر ناس بيهتموا قوي بموضوع الحاجات الستاتي دي، فده من ضمن الحاجات. حاجات كتير قوي 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 متاحه للبنات من غير اعتمادها على اي راجل اللي قدمه في الهجره، تقدري تيجي ولوحدك تكملي المشوار لوحدك. في حاجه حضرتك مش عارف ماله. المهم حاجه مهمه كمان، اوعى يشغل بالك موضوع اللغه، ان انا ما بتكلمش انجلش وان انا مش عارف ايه لا لا لا. بص معايا الفيديو ده انا صورته وانا عامله شورت، وشوف هنا الراجل الطيب ده بيقول ايه، عشان بس ما حدش يقول لك انا اصل انا عندي 60 70 سنه ينفع اجي، وكسبت الهجره ينفع اجي، بس ما بتكلمش انجلش. بص معايا الفيديو ده. ويا مسألة الناس على احلى ناس، لما يحبوا يقاسوك ويحبطوك، اوعى تيجي امريكا ومفيش شغل والحياه بايظه، لا انت سنك كبير، اوعى تيجي، لا 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 هتبوظ. تعالى معايا لايف في الناتشرال، هورينا كده يعني، تابع مع شوف الحقيقه، ما مش هنلوك كتير ونقول كلام الواقع. خدش معايا وتعالى يلا بينا. بالك قد ايه هنا حاج؟ سنة ونص. واخبار نيويورك ايه؟ مبسوط هنا؟ طب الناس اللي بتيجي بتقول لك يعني لا مش هتيجي ومش هتلاقي شغل و و و، تحب تقول لهم ايه؟ الشغل مش لاقيه في اي مكان. متوفر يعني؟ طب مفيش مشكله للسن، اصل في ناس بتقول لي اصل انا سني كبير لو جيت هلاقي شغل هتعب مش عارف، تحب تقول لهم ايه؟ تعالوا بس شوفوا. كلمة تحب تقولها لمتابعي المصري كاني، قال لي السن ده رقم للمتشائمين، طول ما رجلي شايلاني هفضل شغال. مساء الناس على احلى، على بركة الله. اوعى حد ييأسك ويقول لك انت كبرت ما تجيش، لا ما فيش شغل اللي في سنك، قول له ريح بس انت كده اركن على جنب كده زي الجيركن، ما تصدعناش الله يخليك، وسيبنا نشوف حل. تفائل مع الله دايما، والله سبحانه وتعالى هو حسبك. ما انت طول مع ربنا، انت مين ممكن يبقى ضدك وممكن مين يحبطك؟ طول ما انت متوكل عليه خلاص، اعقلها وتوكل وسلم امرك. هو انت رايح تبيع مخدرات؟ هو انت رايح تتاجر في النسوان؟ هو انت رايح تعمل حاجه غلط؟ انت رايح، ربنا سبحانه وتعالى اذن لمحمد بالهجره وبعت لك الهجره مثلا، جات لك او بعت لك فيزه السياحه انك تسيب بلدك، فاسعوا في ارض الله كلها، ارض ربنا كلها متاحه قدامك.
حد منعك؟ لا طبعا، امروا بالهجره من مكه الى المدينه عشان واحد يقول لك اصل احنا هاجرنا بلاد كفار. مين يا عم؟ بس ما تقولش كلام ملوش لازمه. فتوكلت على الله فربه ربنا وحسبك. في شغل كتير يا حبيبي، ما تقلقش، طمن كل حاجه موجوده. اللغه بقى، اوعى حد يقلقك من موضوع انت ما بتتكلمش انجلش اهو. لا 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 لا، معظم اللي موجودين هنا لما جم وما زال منهم 90% بيقولوا انجليزي ورش بتاع أبلة عواطف بتاع المدرسة الابتدائي في مدرسة الحكومة اللي أنا كنت أحد طلابها. يعني ما بيعرفوش يقولوا أي حاجة، يسير يسيرة مش عارف إيه ماي برازر وحاجات كده، هتسمع لغة غريبة بيقولها. ما تقلقش ما تقلقش، عمرها ما هتكون عائق ليك طالما أنت واحدة واحدة هتتعلم بإذن الله. هيبقى في نجاح ليك بالنسبة لموضوع اللغة، ما تحطهاش في دماغك، ما حدش جاه هنا بروفيسور في الإنجليش. بس واحدة واحدة بتعرف وتتعلم اللي أنت يشغلك والحياة بتمشي معاك واحدة واحدة. أجمل حاجة في أمريكا يا جماعة إنك لو عايز تنجح في البلد دي هتنجح، أجمل حاجة فيها. وإنك لو عايز تفشل فيها برضو بصراحة بتساعدك إنك تفشل بسرعة قوي قوي بتساعدك. كان ساكن معايا ناس حياتهم يلفهم السيجارة ويتصلوا يجيبهم بنات، وكان في جرايد هنا بتتباع، أو مش بتتباع، أنا آسف، بتتوزع كده قدام البيوت مجانية. الجرايد دي كلها صور بنات عاهرات، حاطة لك رقم تليفونها وعنوان أنت تتصل بيها، هي ممكن تيجي لك أو أنت تروح لها. الجرايد دي مجانية، فكانوا هم على طول ماسكين الجرايد دي يطلع ويتصل وكده. ومنهم مرة قلت لكم إن قال لي إيه، هي زمانها جاية، ماما زمانها جاية، فياريت إيه تسيب السرير وتنزل علشان إيه مش عايز حد في البيت. يعني يا ابني الدنيا ساقعة، الله يخليك، طب هروح فين وهنام إزاي؟ يعني حرام عليك، والله العظيم قلت له كده يا احلى ناس، حرام عليك، هروح فين دلوقتي؟ فقال لي معلش هي جايه دلوقتي. فبسال سؤال، قلت له يعني بص بكلمك من كام سنه، كنت بقول له يعني هو انت دافع فلوس؟ فراح قال لي اه انا دافع لها 110 دولار. قلت له 110 دولار؟ الله يخرب بيتك 110 عشان؟ قال لي اه عشان تيجي هنا، امال يعني انا مش هروح لها طالما هتيجي بقى. قلت له خلاص يعني انزل اروح قد ايه؟ قال لي يعني ايه شويه كده، لف لك لفه ولا حاجه. وفعلا اخذت بعضي طبعا جديد وعلى باب الله، يعني ما لا حول لي ولا قوه، مش عايز اتعارك مع حد. وفعلا نزلت، ده غير العركة اللي عملتها قبل كده مع بقى اللي مشيت وسبت لهم الشقة ومشيتهم من الشقة الأول. واخدت بعضي ونزلت ورجعت ولقيت إيه في مشكلة وناس موجودة من اللي كانوا ساكنين في البيت. في إيه يا ابني مش عارف إيه، أصل الولد اللي بيجوا معهم حراسة، واحد يعني تحت اللي هو تتصل بيه تقول له أخدت الفلوس، فيقول لها طب قضي معاه اليوم، قضي معاه النص ساعة، ولو ما دفعش قولي لي حاجات كده. وحوش بتبقى واقفة من تحت مستنياهم. فطبعا صاحبنا اللي معانا في السكن ده جاي يعمل الرزيله، يعني عفانا وعفاكم الله، يعني تقريبا لقاها عندها يعني لا العذر النسائي الذي لا يسمح، يعني فتعارك معاها وبيزعق فاتصل بالولد فقال لها اه مش عارف ايه دفع انزلي، ولا مش هتنزلي وبتاع، فكانت هتجيب للبوليس وحاجات زي كده. فقعدت انصحه يعني لزومها ايه يعني ومشاكل وحاجات زي كده، انت مالك؟ فاحسن حاجه بنصحك بيها تقفل بقك. وكان والدي قال لي نصيحه كده، قال لي ايه اخوك، اسمعوا يا جماعه النصيحه دي لوجه الله تعالى، اخوك ابن امك وابوك يجي عليك الصبح نصحته وجاء عليك الظهر، هو ما اتعص العصر ضلله. لو نصحت اخوك الصبح نصيحه وجاء الظهر ما نفذهاش واتعظ واخذها نصيحه، لما يجي العصر ضلله، قول له العكس، لان هو ما اتعص فاهم. فانا نصحت، هما ما بيتعظوش، فبالتالي ما تشغلش دماغك، مش هيسمعوا كلامك. فيهم ناس هنا تاهت ومغيبه، الله يرحم هذا الشخص، الله يرحمه، هو توفى على فكره، توفى وكانت حياته عذاب يعني. فعشان كده بقول لك خاف ربنا، حط اول حاجه في طريقك الزاني والزانيه، فخلي بالك بفقر ولو بعد حين. اوعى تفتكر الفقر ده ايه يا عم المساكين، ده في فلان من صحابك عنده فلوس وغني، فين الفقر اللي جابه؟ لا ما عندكش فكره. فقر الصحه، فقر الصحه ده وحش قوي، وفقر الغربه ما تعرفش تزور اهلك، وفقر المرض، وفقر حاجات كتير مش كلها الفلوس. صدقني خاف ربنا واحفظه هيحفظك وحيشيلك في غربة زي دي، بلد كل حاجة فيها سهلة. اوعى تجري ورا الطيار. مين دول؟ انا هجري وراه فاهم؟ اهم حاجة يا احلى ناس، مصري كان انا بفهم في كذا وانا بفهم بكذا وبشتغل في بلدي كذا وبعمل كذا، ينفع ليا مجال عندك هينجح، هنجح في كذا وكذا. عايز اقول لك اي حاجة انت بتدرسها في بلدك او بتشتغلها في بلدك، انا اسف مش بتدرسها، اي شغلانة انت اشتغلتها في بلدك وممتاز فيها هنا ليها معهد وليها دراسة، تقدر هنا تدرسها وتشتغلها هنا، تقدر تنجح فيها هنا بدراسة، دراسة سنة سنتين معها، تاخد دورة منه، هتاخد شهادة منه، هتشتغلها أي شغلانة في بلدك، بس بالشهادة علشان تشتغل صح وتكسب صح وتبقى في وظائف محترمة أنت بتعملها وبتحبها فتنجح فيها. أهم جزء بقى الناس اللي كسبت الهجرة وعندها أسرة وعندها أولاد وجايين بأولادهم معاهم علشان ينجح في البلد دي
الله يخليك لازم تكون ماسك عليهم. انا هعمل فيديو خاص على الموضوع ده بس هكلمك باختصار وبشكل سريع جدا عن الموضوع ده. الله يخليك تكون ماسك عليهم اصلا بالحديد والنار، لان لو فلتوا منك هنا يا صديقي العزيز هيحصل حاجات انت لا تتوقعها. اعرف واحد اقسم بعز وجلال الله ابنه ضربه بالنار في رجله، والله العظيم جابيه وهو كان عنده 6 سنين، جاي من مصر الاولى عنده 6 سنين، دلوقتي ما شاء الله بقى تاجر مخدرات كبير، واتحبس 3-4 مرات، حطوه من كتر اجرام الولد اتحط في حبس في مكان زي ده كده، مركب في نص الميه في المحيط في حته خطر، السجن هو المركب جوه المركب، يعني لو نطوا وهربوا مسجل خطر عالمي، ما يقدرش يعني ممكن يهرب من اي سجن، هيهرب يروح فين؟ في المحيط، القرش مستنيه يتعشى بيك. فحاطينهم في مركب في سجون في الميه. ابن واحد من الناس دي سابه واهتم بالشغل وبقى شغال، ومراته اشتغلت وبقت حياتهم شغل الليل والنهار، وساب الولد لغايه لما ما شاء الله بقى تاجر من الكبار، ولما بعترض الولد ضربه، والله العظيم هذا ما حدث. ليه بقول لك كده؟ هعمل لك وهعمل لك فيديو لو جيتوا باولادكم او لو جبتوا اولاد هنا ازاي تحافظوا عليهم. الله يخليكم، لان الدوله هنا بتشجعهم، اشتم بابا واضرب ماما، لو كلموك كلمنا احنا هنيجي نقف جنبك. هي كده، ما هو ده هنا العم سام كده، هيجي واحد يقول لك انا مش عاجبك ما تسيبها. يا سيدي هو يعني لما انقد شيء واقول حاجه وممكن نصلحها وفي ايدينا، يبقى لازم يبقى بكره البلد مش كره. ولكن احنا بنتكلم على اولادنا وجيلنا ونشئنا. على فكره اولاد العم اليهود هنا ما تفرج على اولادهم وعيالهم، مربيينهم والبنات بتلبس البتاع الاسود والشراب الاسود والعيال. هقول لك ايه، فنقدر نربي، احنا كمان نقدر نربي ازاي. انا هعمل لك فيديو على الموضوع ده، خد بالك الموضوع ده مهم جدا. اي شغلانه هتشتغلها او اي دولار جاي لك في اي شغلانه هتشتغلها، خلينا نقول مثلا انت النهارده عملت مثلا 10 دولار مثلا، انا بدي مثال عشان نفهم الموضوع. دولار واحد لربنا دخله معاك شركه، ما هو اللي رزقك دخله شركه، يا بختك بقى انت مش مشارك بقى المصريكاني ولا مشارك حد، ده انت مشارك رب العالمين، دخلت ربنا شركه. تخيل بقى مين الشريك؟ رب العباد، هو ربنا الشريك. 1% دولار ابعته لمصر، شوف انت بقى بتكسب كام بقى كل شهر وكل اسبوع، طلعه الشريك بتاعك، هتحط للشريك بتاعك نسبته، اشتغلت بمية هتطلع له 10، يا سيدي طلع 5، ابعت 5 × 50 × 250، ساعدت بيت اسرة، اي حاجة، اشترك في الموضوع ده وقابل بقى يا ريس بقى، وقابل بقى انت وهو وهي بقى الخير. مش شرط برضو اللي هيجيلك فلوس، عين حسداك، واحد كرهه، شوف بقى هو هينجيك ازاي في حاجات كتير، ويفتح لك طرق نجاك من حاجات كتير. شارك بقى ربنا كده ويا بختك. ودي اخر نصيحة بقولها لكم من قلبي، من قلبي، عمر اللي ربنا يبقى معاه ابدا ما يخيب ولا يخسر ابدا، ويبقوا اعدائك حواليه يتجنوا ازاي انت بتنجح، ازاي قلبك الابيض ونيتك الصافيه مع الله سبحانه وتعالى تنجيك من كل شيء وفي البلد دي بالذات. بحبكم جدا. الفيديوهات لو سمحتم اللي جاي اهم واهم واهم، تعليقاتكم انا هرد عليها، اسال ما تتكسفش، اخوكم الكبير معاكم وانا تحت امركم في اي وقت وفي اي سؤال. واتمنى تكونوا بتستفادوا. اللي بيتفرجوا لسه ما اشتركش اشترك، اللي اتفرج ومشترك نشير، نعرف الناس الحياه، الحاجات دي ما حدش هيقولها لك والله، حكيم كلهم بيطلعوا يقولوا لك ايه، ازاي تيجي امريكا، ازاي تقابل الكونسول، هتقول لي الكونسول ايه، مش عارف ايه، انما يقول لك هو عاش ازاي، هو شاف ايه، مش هيقول الا اذا كنت دخلت خاص ودفعت. الحمد لله احنا بنقول كل حاجه لاي حد، وربنا يقدم ما فيه الخير لكل الناس يا رب، وينجحنا كلنا ويجمعنا في يوم من الايام حوالين محمد صلى الله عليه وسلم في الاخره، ونشرب من ايده.